ما نمتش كويس الصراحة امبارح، أول يوم هنا لسه بقى تغيير سرير وبتاع. ومن عيوب الهوستل إن أنا مثلا قاعد معايا 7 في الأوضة، فواحد بس منهم مثلا كان بيشخر بالليل، أنا عن نفسي ما عرفتش أنام منه الصراحة. يعني قعدت فترة قبل ما اتعودت، قبل ما عيني راحت في النوم وكده، شخيره كان صعب جدا طول اليوم طول اليوم. يعني أنا نمت من الساعة 10 مثلا، صحيت الساعة 1 وصحيت الساعة 3 وصحيت الساعة 6 وصحيت الساعة 8، كل ده مش عارف أنام منه. اضطريت حتى في وقت من أنا آخد كده نص حباية منومة اللي هي بتساعدك إن أنت تنام. دي أحد عيوب الهوستل، يعني رخيص وكل حاجة، بس لو واحد بس معاك في الأوضة بيشخر أو متعب إن هو يعني مش هيخليك تعرف تنام، أنت فعلا هتعاني شوية يعني، فأنت وحظك بقى. بس هو طبعا رخيص، أنا جنب السيتي. المهم أنا هعمل الفطار كده، بس الفطار بتاعي سريع، أنا كده نخرج بقى نبدأ اليوم التاني هنا في سيتي. ده الفطار بتاعي، ومفروض حاجة سيمبل قوي، لبن موزاية وموسلي أو اللي هو الأوتس. هميكس كده سريع وبعد كده نخرج جوه بقى، فاشوفكوا بره. الجو يعتبر كويس بس في هوا، هفطر كده سريعا ونخرج بقى بره نبدا يومنا. تاني يوم في سيدني، الجو هوا مش شمس قوي. النهارده المفروض ان انا بما ان في هوا يعني، فانا قررت ان انا اصور اندور، فهشوف بقى الاماكن اللي انا عايز اروحها النهارده اصور فيها من جوه، وهستنى بقى الاماكن الاوقات اللي يبقى فيها شمس او كده ممكن ابقى اصور بقى فيها من بره. النهارده انا رايح الكيو في بيلدينج اللي هو كوين فيكتوريا بيلدينج، ده زي ستور كده كبير، في بقى شويه شوبينج مولز ومن جوه الاركتكتشر بتاعه، وفي ساعه كده كنت عايز اوريها لكم، هبقى عامل عليه فيديو لوحده. والنهارده بالليل عندي جوله جوه الاوبرا. عايز توصل لكيو في بيلدينج يا اما تتمشى الشارع بتاع جورج ستريت دوت من سنترال لحد هنا حوالي 18 دقيقه، يا اما تركب الترين من سنترال وتنزل المحطه بتاع التاون هول. تاون هول وسنترال دول اقرب يعني اشهر محطتين هنا في وسط البلد، منهم ممكن تتحرك زي ما انت عاوز. من تاون هول هتتمشى بس 2 دقيقة. انا وصلت عند كيو في كوين فيكتوريا بيلدينج، الشمس بدات تطلع فواضح ان الجو هيبدا يتحسن. هخلص بقى تصوير اول فيديو انا جاي هنا عشان اصوره اصلا في سيدني يعني من جوه وبره بقى المبنى هنا، واشوفكم في وقت الغدا عشان انا غالبا هروح اتغدى اول ما اخلص هنا. انا خلصت الفيديو بتاع كيو في، خلاص صورت، التصوير كان كويس، بس تلاقي واحد استرالي كده فضل لازق لي تقريبا نص ساعه عشان عايز يعرف ايه ده وانت بتصور ازاي والكاميرا اللي معاك نوعها ايه وكده. دلوقتي رايح اكل، رايح مطعم كده لاتيني، المفروض برضه هصور هناك. بحاول اخلي كل الاماكن اللي انا هروحها وهاكل فيها وهتحرك فيها كلها اصور فيها، بحيث اقدر اعمل اكبر عدد فيديوهات اقدر اعمله هنا في سيدني قبل ما ارجع ملبورن. بس انا هاكل كده واصور الفيديو بتاع الاكل هنا. هو مطعم لاتيني كده، او مطعم مكسيكي اسمه لاتينو بير كيلو لاتينو، ده واحد من اشهر المطاعم اللاتينيه اللي موجوده هنا في سيدني. هخلص كده فوق وبعد كده نخرج بقى عشان اقول لكم هنروح فين بعد كده. عشان تعرفوا بس ان سيدني من اغرب بلاد العالم، في اي بلد في العالم هتحط تحت مثلا يعني في هانجري جاك، ده واحد من اشهر مطاعم الفاست فود هنا زي ماكدونالدز وكده، فوقيه على طول فيتنس فيرست او اللي هو يعني اكبر واحد من اهم الجيمات هنا. يعني انت عندك في الدور الارضي في اشهر مطعم فاست فود، في الدور اللي فوقيه على طول عندك في جيم او فيتنس سنتر. فازاي يعني عقلها؟ يعني انا دلوقتي انا مثلا هطلع الدور اللي فوق ده وانا داخل على الجيم هلاقي كميه الاغراءات بتاعته دي، فهقوم سايب ده كله اقول لا النهارده هتمرن. حتى بعد ما اتمرن وانا نازل ومروح وجعان وتعبان هبص الاقي هانجري جاك. بجد ده تحدي لاي حد بيحاول يحافظ على صحته هنا، ان انت يبقى عندك جيم في الدور الثاني، بس في الدور الاول عشان تطلع وتروح له لازم تعدي على اكبر مطعم فاست فود هنا وتقاوم وما تخشش تاكل. ده وقت الاكل اللاتيني او المكسيكان. انا وصلت هنا بير كيلو لاتينو، هو برده في السيتي هنا، فخلينا نطلع كده واوريه لكم جوه من فوق بقى عامل ازاي. انا وصلت هنا ويست فيلد، ده ثالث ستوب معانا النهارده. انا لسه واكل بس تضحيه للناس يعني
فيديو الاكل اللي انا كنت مقرره في كميه حاجات كتيره وفي اكل كتير، فبحاول كده ان انا ادخل الاكلات كلها عشان ما ينتهيش الوقت اللي انا قاعد فيه في سيدني وما الحقش اصور كل المطاعم اللي انا عايزها. فانا هخش اكل تاني وجبه ليا بعد تقريبا اقل من ساعه. موضوع اللاتينو دوت، انا هو هخش ويست فيلد، ده واحد من اكبر الشوبينج سنترز كده، حاجه زي سي ستارز كده عندنا في مصر. هنا ده واحد من اكبر الشوبينج سنترز عشان نشوف تالت ستوب وهو الاكل التركي. انا جيت سيدني في الوقت الغلط يا جماعه. انا ما كنتش مبلان والله كده خالص، بس المفروض ان انا فاكره يعني ان وسبحان الله انا لسه ما صورتش الفيديو اللي جاي، الفيديو بتاع الماردي جراس او العيد بتاع المثليين زي ما الناس طلبت ان انا اسميهم السبت ده. ففي اولا انت شفته في كيو في في المبنى بتاع كوين فيكتوريا، المبنى العالم استراليا كاملا اتبدل بعالم المثليين. فانت متخيل ان انا بدل عالم الدوله بعالم المثليين، يبقى الموضوع هنا واخد حيز او واخد ويت قد ايه. تخيل بقى لما يبقى في باريد او في حفله هتتعمل. السنه اللي فاتت طبعا الحفله اتلغت بسبب الكوفيد، بس السنه دي غالبا هتتعمل وهيبقى فيها بقى ضغط ان الناس كتير تحضرها وكده. في كميه بوسترات في كل حته، الاوتوبيسات اصلا مكتوب عليها توجذر وي رايز، اللي هو مع بعضينا هنقوم يعني، ما اعرفش مع بعضينا اللي هو ازاي يعني. وفي نفس الوقت وانا داخل المبنى بتاع ويست فيلد لقيت المنظر دوت. شايفين المنظر؟ هابي ماردي جراس Rise and Shine Rise and Shine. واخد بالك انت؟ لو قوم يلا وفوق بقى عشان العيد بتاع المثليين اهو. House of Love 2021 with the only way is up. The only way is up. الحل الوحيد اكتر. Happy Mardi Gras. Snap a photo in front of the House of Love. يا نهار اسود. فواضح ان في حاجه مهمه بتترتب يعني يوم السبت. انا ما اعرفش بقى ايه اللي هيحصل يوم السبت، بس على بختي الاسود والكويس، لان انا هصور لقطات انا عايزها عشان تشوفوا المنظر اللي انا كنت بحكي عنه لما جيت هنا استراليا. وفي نفس الوقت برضو انا ما كنتش عايز ابقى موجود في وقت زي ده يعني، عيد مثليين هشوف مناظر يعلم بها ربنا، بس ان شاء الله هحاول اصورها لكم يعني. انا هطلع فوق كده المحل التركي، غالبا مش هعرف اصور، بس استنوا فيديو الاكل ده حلو قوي. وبعد كده هطلع بقى اريح شويه في الهوستل عشان بالليل احنا راخرين ورايحين الاوبرا من جوه. التركي هنا بجد ما ينفعش تفوتوه. عندك الجوز التركي بالجبنه الفته والسبانيش السبانخ اللي بتسيح في بقك مع السخونيه والليمون اللي بيتحط عليها، بجد حاجه تحفه. الجوز اهم حاجه فيها الليمون، لازم كده ترش ليمون. الكميه بجد حلوه قوي مقارنه بالسعر يعني، دول كلهم تقريبا ب 9 دولار يعني، ف 9 دولار انت واخد بورشن يعني محترم. الجبنه الفته كريمي قوي مع السخونيه مع السبانخ اللي محطوطه عليها مع لمسه التشيلي مع الليمون اللي متغرق عليها، بجد تحفه، كريمي جدا وبتسيح في بقك وبالهنا والشفا يا ست الكل. انا خلصت الاكل التركي وطالع دلوقتي على الهوستل. الاكل التركي تحفه تحفه تحفه. هطلع على الهوستل اغير وارتاح شويه، بعد كده اروح بقى بالليل واشوفكم في الاوبرا. سلام. رحت الهوستل لبست اللي خدت دش كده سريع ولبست الحته بقى اللي على الحبل، داخلين الاوبرا يعني لازم نبان ولاد ناس. انا دلوقتي في سنترال، هروح سيركلر كي اللي هي اشهر محطه يعني، او المحطه الوحيده اللي انت ممكن تنزل عليها وتتمشى مفيش خمس دقائق مثلا للاوبرا. وصلت سيركلر كي، اجمل منظر ممكن تشوفوه المنظر اللي ورايا ده، وهاربر بريدج والخيس اللي هي العبارات اللي بتروح بقى مانلي والحته الثانيه. وطبعا اهم محل، اهم حاجه هنا انا جاي اشوفها اصلا النهارده بالليل واخش جوه يعني الاوبرا هاوس. مكلفة تذكرة سيلك ركيد. سيلك ركيد دي المحطة اللي انت تجيلها لو انت بقى عايز تشوف اي حاجة من الحاجات الواو بتاعت سيدني. لو عايز تشوف الهاربر بريدج هتيجي سيلك ركيد تمشي ثلاث دقايق،
لو عايز تشوف الاوبرا هتيجي سيلف ريكيو تمشي حوالي 4-5 دقايق. لو عايز تركب بقى الفيري اللي هي العبارات اللي هتوديك لمانلي واحد من اهم الشواطئ هنا برضه هتركبها من سيلف ريكيو. انا رايح مانلي غالبا بكره او بعد بكره. انا وصلت عملت تشيكين كده عملت سكان للباركود وبعد كده المفروض انا هخش دلوقتي وفي حد من السكيورتي بقى هيفضل معايا وانا داخل وكده. هل بقى هعرف اصور جوه ولا لا الله اعلم. هستأذن واشوف بس ان شاء الله هعرف كده اخد كام صوره او على الاقل فيديو كده في الخباثة. اشوفكم بقى بعد الشو. The health and safety of everyone is our greatest priority. It is a requirement that all audience members aged 12 and over wear a mask throughout this performance. Masks may be removed briefly to enjoy food and beverages. We now ask you to turn off your mobile phone. أنا حضرت الإيفنت. أنا صورت حاجات هايلة قوي من جوه. هتشوفها بقى الفيديو بتاع سيدي أوبرا هاوس. انا كده خلصت هروح بقى الهوستل. مفيش حاجه تانية المهم تشوفوها النهارده يعني. فده كان فلوج النهارده. انا شفت الاوبرا من بره وصورتها لكم اول مره من جوه. حضرت ايفنت من جوه بجد. فيديو الاوبرا هيبقى هايل هايل هايل. في حاجات جوه رهيبه هتشوفها في الفيديو اللي جاي. ما ينسوش بقى تعملوا سبسكرايب للقناه من هنا. اتفرجوا على الفيديو من هنا واشوفكم من احلى مكان في استراليا سيدني اوبرا هاوس في سيدني. سلام.